أحياناً لا تتعلق المشيئة الإلهية، المصالح تمنع. أما كانوا يقتلون أنبياء الله؟ نبي من أنبياء الله كانوا يأخذوه ويذبحوه، والله ما كان يتدخل غيبيا لمصالح، لأن هذه الدار دار امتحان، دار ابتلاء. ولكن في غالب الحالات، لعله يمكن أن نقول بالقطع واليقين، في غالب الحالات تتدخل الإرادة الغيبية. الإنسان إذا توسل بهم، إذا لجأ إليهم، يتدخلون غيبيا لحل الأمور. والله تعالى جعل الحياة بشكل كل واحد مبتلى. الآن أخذوا الحاضرين هنا واحدا واحدا، كل واحد عنده مشكلة، مشكلة تقض مضجعه، مشكلة ما تخلي يتهنأ. امتحان بعد امتحان، الدار دار ابتلاء وامتحان. الإنسان يجب أن يلجأ إليه، أن يحضر، أن يضع المجالس في بيته إذا ماكو هنالك محذور في ذلك، ويستمد منهم العون في شؤون الدنيا والآخرة.